سيداتي وسادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد فيديو جديد على قناتي وقناتكم إيناس بوبكري. إذا مرة أخرى تحية طيبة لجميع المقاولين والمقاولات وحاملي المشاريع اللي تشوفونا. موضوع اليوم سنخصصه الأساسيات عند إعداد واحد التقديم من خلال باوربوينت، يعني تقديم تجاري بطبيعة الحال. فأنت كمقاول ولا ككوميرسيال يعني بغيتي توجد واحد لابريزونطاسيون باوربوينت، واحد تقديم باوربوينت باش تمشي ديمارشي واحد لو بروسبي او لواحد الزبون محتمل عندك. فلذلك موضوع اليوم غادي نتكلمو على الاساسيات التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند اعداد واحد تقديم باوربوينت كوميرسيال. الناس اللي مهتمه بهذا الموضوع نبداو على بركه الله. إذن اولا وقبل كل شيء غادي نبغي نشكركم جزيل الشكر على الفيدباك الايجابي والرد الايجابي اللي لقيته من بعد يعني هذه السلسله ديال الفيديوهات اللي بارطاجيت معكم في القناه مؤخرا. فمؤخرا كنت مشاهده في القناه وبارطاجيت واحد السلسله من الفيديوهات، وخصوصا الفيديو الاكثر من رائع واللي عجبكم بزاف على لا بروسبكسيون. والناس اللي مازال ما شافوش غادي نخلي لهم تحت يعني الرابط في صندوق الوصف. والناس اللي ربما جديده في القناه مرحبا بكم كاملين والف مرحبا، ما عليكم الا تضغطوا على الزر ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فوالا دونك القناه ديالنا مختصه في المواكبه المقاولاتيه. ونبداو سون بلو تاردي في لب الموضوع اللي هي تقديم باوربوينت تجاري. فاول حاجه غادي نتكلموا على البنيه ديال لا بريزونطاسيون باوربوينت اللي غادي تكون عندكم. اول حاجه بغيتكم تحضروها ما تنساوش لا ستركتور ديال لا بريزونطاسيون. يعني بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على اون بريزونطاسيون فخاص تكون مقدمه، خاص يكون ان سومير يعني واحد الفهرس، وخاص تكون واحد الخاتمه. بزاف ديال الناس بحكم يعني ايسون سور لو تيغان يعني كيمشيو نيشلو بالموضوع، ما كيستركتوريوش لا بريزونطاسيون باوربوينت ديالهم بواحد الطريقه اللي هي بيداغوجيك. بطبيعه الحال شحال ما كانت ستركتوري شحال ما غادي تسهل على المتلقي انه يفهمها وانه يعني تجيه مزيانه انه يكتشفها. فلذلك ما تنساو لياش الله يجازيكم بالخير المقدمه، الفهرس، وكذلك الخاتمه. ودابا غادي نمشيو ونتعمقوا اكثر واكثر. قبل ما غادي توجد هاد لا بريزونطاسيون باوربوينت التجاريه ديالك، اول حاجه خاصك تحضرها ما هو الهدف من وراء هاد لا بريزونطاسيون باوربوينت التجاريه. هذه اول حاجه خاصك تحضرها، كيلي لوبجيكتيف ديغيغ اولا ما هو الهدف ديغيغ هاد لا بريزونطاسيون باوربوينت. الا كان الهدف هو انك غادي تبيع واحد المنتوج ولا غادي تبيع واحد الخدمه، فخاصك تحضر هذاك الهدف اولا وقبل كل شيء باش فاش تصاوب ديك لا بريزونطاسيون ديالك تكون تصب اتجاه هدفك. الا ما استحضرتيش الهدف هي ما كاين والو، داكوغ. فلذلك بغيتك تحضروا نتايا بينك بين راسك، وبغيتك تخصص لي واحد لا ديابوزيتيف خصيصا للهدف وراء هاد لا بريزونطاسيون باوربوينت باش يكون واضح عندك وواضح كذلك عند المتلقي اللي مشيتي عنده. هذه النقطه الاولى. النقطه المواليه هي ديك لانترودكسيون ولا ديك المقدمه، فخاصها تكون كابتيفونت يعني خاصها تكون كتشد الانتباه. لحقاش كما نقول دائما الفال الاول عليه تأول، فبالتالي هذيك المقدمه خاصها تكون كتاثيري وكتكون تشد الانتباه ديال الفئه المستهدفه ديالك، ويعني جد مهمه. لي ديابوزيتيف الاخرين اللي كيكونوا الوسط ديال لا بريزونطاسيون ديالك ما خاصهمش يكونوا عامرين، ما خاصش يكونوا دي ديابوزيتيف انكومبري، يعني يكونوا عامرين بالكتابه فيهم التكست بزاف بزاف بزاف. حاول تفافوريزي ما امكن لي تيغي اي لي بوس، يعني دي تيغي كل فكره تكون مكتوبه في تيغي جمله خفيفه ظريفه، يعني اللي قراها يفهمها رابيدمون. هاد القضيه جد مهمه. حاول دير ليا في لا بريزونطاسيون ديالك لي غراف،
لي غاف كيكونوا كيبينوا بزاف الحوايج. يعني مثلا انت كتهضر على الشركه ديالكم مثلا بدات في 2010 وكانت عندها واحد ليفولوسيون اللي هي بوزيتيف، عوض ما انك تقولها غير هكا في جمله ما بيناش، الا بغيتي تشد الانتباه اكثر واكثر غادي ديرها في واحد الغاف 2010 2011 2012 الى ما غير ذلك الى يومنا هذا، وهذاك الشيء غادي في واحد لو شيما اللي هو من الحسن الى الاحسن. فبيان سور هذه الجمله الا قلتيها بطبيعه يعني هكا في جمله راها باينه، ولكن الا درتيها في ان غراف غادي تكون باينه اكثر واكثر. الا بغيتي مثلا تهضر على لي بورسونتاج، يعني مثلا لاكتيفيتي ديالكم لو كور دو ميتي ديالكم كيوفر الخدمه الف الخدمه باء والخدمه على سبيل المثال، وفيهم دي بورسونتاج. حاول دير ان كامونبير ولا ديك القرص الدائري اللي فيه البورسونتاج، 30% في السيكتور الوفلاني ولا في الخدمه الوفلانيه، 10% في السيكتور الوفلاني ولا في الخدمه الوفلانيه الى ما غير ذلك. يعني لوتيليزاسيون دي كامونبير او ديال دوك الاقراص كتكون كذلك كتعبر اكثر على على شي حاجه بغيتي تقولها فيها لي ستاتيستيك. نقطة موالية هي لي طابلو، كذلك كيكونوا باينين وواضحين وكتكون فيهم كل حاجة كل كاتيجوري بوحدها. من بين التقنيات في البريزونطاسيون باوربوينت واللي غادي يسهلوا عليك الاقناع ديال الفئه المستهدفه ديالك، حنا هنايا ما كنتكلموش على ايتها بريزونطاسيون، كنتكلموا على بريزونطاسيون باوربوينت اللي تكون كوميرسيال، يعني الهدف وراء ذلك هو البيع وعمليه البيع وعمليه الاقناع، هو انك تحولوا من زبون محتمل لزبون على ارض الواقع. فبالتالي الى درتي يعني الا خصصتي واحد سلايد لهاد لا سيكسيون تيمونياج هادي غادي تكون مزيانه، قيمه مضافه بالنسبه لا بريزونطاسيون باوربوينت ديالك. سواء تيمونياج مكتوب، يعني مثلا الا كانت الفئه المستهدفه ديالك هي الشركات، الشركه الوفلانيه شنو قالت علينا، الشركه الوفلانيه شنو قالت علينا، الشركه الثالثه شنو قالت علينا، او لا كاريمون اون فيديو ديال المعني بالامر كيدير واحد لا فيديو اللي كيفافوريزي يعني لو سيرفيس او الخدمه ديالك. يعني انا من خدمت مع الشركه اكس اللي هي الشركه ديالك على سبيل المثال، فوالا ها شنو وقع لنا وشنو وقع لنا، كيفاش حسنا هذه، كيفاش صيبنا هذه الى ما غير ذلك. فهاد القضيه ديال لي تيمونياج هي قضيه جد 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 مهمه، بغيتكم انكم يعني تعتمدوها في لي بريزونطاسيون باوربوينت كوميرسيال، لي بريزونطاسيون كوميرسيال ديالكم. لا بريزونطاسيون باوربوينت كوميرسيال ديالكم خاصها تكون فيها واحد لا كوهيرونس فيزوييل، يعني انا ملي نشوف لا بريزونطاسيون ديالك ما يكونش فيها كثره الالوان، الوان فاقعه، الوان يعني ماشي هي هذيك كتضر في العينين، خاصها تكون شحال ما كانت مينيماليست بوريفي شحال ما مزيان. يعني هاد القضيه حاولوا تركزوا عليها، ماشي تقول انا هاد لا بريزونطاسيون غادي نشارجيها لا من جهه الكتابه لا من جهه الالوان لا من جهه لي لوغو ولا من جهه الديزاين، شحال ما كانت مينيماليست اي بوري شحال ما كانت مزيان. واكيد غادي يبقى واحد جوج نقاط اللي هي جد مهمه، الوقت اللي غادي يكون عندك باش تبريزونطي، ما ديرش انت واحد لا بريزونطاسيون اللي تكون طويله بزاف، ولا ربما اللقاء التجاري عندكم فيه 30 دقيقه مثلا ولا 15 دقيقه مثلا، وانت درتي واحد لا بريزونطاسيون اللي طويله اللي من بعد غادي يقول لك السيد اللي مشيتي ديمارشيه السيد راه وصل لي الرونديفو ديالي نيكست رونديفو، يعني طولته بزاف على سبيل المثال. فلا خاصك تكون مسبقا استحضرتي الوقت اللي عندك في داك اللقاء دو بروسبكسيون باش تكون صايبتي واحد الخدمه اللي كي ريسبكت لو تايمين ديال لي رونديفو، جينيرالمون لي رونديفو اللي كيكونوا عندك. دونك فوالا، ولا بريباراسيون اكيد النقطه الثانيه هي لا بريباراسيون، يعني وجدتي واحد لا بريزونطاسيون اللي كتحترم كاع هاد الخطوات وكاع هاد لوفي اللي تكلمنا عليهم مزيان، ولكن خذ لو طو انك تبريباريها، انك تعرف شنو كاين فيها، انك تفهم شنو كاين فيها، انك تريبيتي واحد مره وجوج وثلاثه باش منين تجي تبريزونتي دو مانيير اوفيسيال غادي تبريزونتيها يعني بطريقه اللي هي
بروفيسيونيل معتمده الى ما غير ذلك. دونك فوالا الاخوان والاخوات، نتمناكم في لي بريزونطاسيون باوربوينت كوميرسيال ديالكم تاخذوا بعين الاعتبار هاد النقط هادو باش يدوزوا لي بريزونطاسيون ديالكم دو مانيير لا بلو فلويد بوسيبل. وانا غادي نستناكم في مواضيع مقاولاتيه جديده، فيديوهات جديده ان شاء الله. الناس اللي كتحب هاد القناه واللي كتشوف ان هاد القناه كدير مجهود، ما عليكم الا تدعمونا بالضغط على زر لايك وانكم تبارطاجيو هاد الفيديو مع المحيط ديالكم اللي كيساهم الفائده. اما انا فغادي تلقاوني كنساينكم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ديالي، لينكدين الا بغيتو تلتحقوا بلو ريزو بروفيسيونيل ديالي، فيسبوك صفحه رسميه وليس بحساب، وكذلك الانستغرام اللي كنكون متواجده فيه بطريقة يومية. شكرا على المشاهدة حتى النهاية، دمتم في رعاية الله وحفظه.